ما بكفي لك، ما بكفي، ما تعبت مني ومن إرادتي وإصراري. لسه ما فهمت إنه القصة مو قصة موالاة ومعارضة، والقصة قصة بلد عم بتروح من بين إيدينا، وأنت وأمثالك السبب. هلا طلعت أنا المجرم وأنت البطة حمامة السلام يلي خايفة على البلد؟ لك طبعا خايفة على البلد، خايفة على مستقبل ولادي ولادك، خايفة على ولاد خلقت وربيت بالغربة مشتتة مشردة وبالخيم والملاجئ، خايفة على السوريين يلي حاملين سلاح العداوة ضد بعضهم البعض. انتوا وصلتونا لهون، طلعتوا على اساس مظاهرات سلميه وتحولت ارهاب اكل الاخضر واليابس، خرب الدوله والمؤسسات وقسم البلد. سمك الحقد صار بحجم كبير، وتغلغلت العداوه بعقول الناس، وتمترس كل طرف ورا حاجز كبير ما رح يتصلح شيء.